معانا جهاز فيه مشكله في المعالج وانا محتاج اسخن على المعالج اللي هو يعني البروسيسور تمام، ولكن في حاجه انا مش عارفها وهي ان انا ايه اللي هيخليني اسخن على المعالج وايه الخطوه اللي ممكن اعملها تقدر تقول لي ان المعالج مش محتاج تسخين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا كويسين وبالف خير، واهلا بكم في حلقة جديدة من قناة تعليم صيانة الالكترونيات. من اهم الاسئلة ومن اهم الاعطال واشهرها حاجة كده كلنا عارفينها وبنسمع عنها وهي التسخين على البروسيسور. ليه احنا بنسخن على المعالج او البروسيسور؟ ايه الغرض من كده؟ دلوقتي ركز معايا على البروسيسور، اهو حضرتك شايفه طبعا تمام، وعارفه كمان يعني ايه المعالج ويعني ايه هو البروسيسور. حلو قوي. علشان نشوفه بشكل اوضح لازم هيكون عندنا حاجه اسمها الميكروسكوب. علشان نقدر نربط الميكروسكوب بالبروسيسور او المعالج تمام، نربطهم ببعض، ندخل معاهم جهاز الكمبيوتر او اللابتوب تمام. حلو، هقول لك ايه الفايدة من دخول الكمبيوتر مع الميكروسكوب علشان تشوف المعالج. ايه الغرض من كده؟ لما نتكلم عن دول يبقى لازم نربطهم بحاجة تانية وهي ايه الفايدة من التسخين على المعالج وايه هي المادة اللي المفروض بنستخدمها عشان نسخن على المعالج. قبل ما نتكلم عن الجزء ده نركن كل اللي انا قلته ده على جنب بس ما تنساهوش، ونتكلم في حاجة تانية أفضل وأهم وهي المعالج نفسه نظامه إيه؟ إيه وضعه؟ ليه إحنا بنسخن عليه؟ بس قبل ما نتكلم في ده كله أحب ألفت انتباهك لحاجة مهمة جدا، الميكروسكوب. وطبعا أنا عملت عنه فيديو تفصيلي إزاي تحصل عليه، سعره كام، كل حاجة خاصة بيه، حتى فتحناه من الكرتونة وكل حاجة قلناها في فيديو هسيبه لك في الوصف، هتلاقي الفيديو ده على قناة الاحتياطية مش على القناة دي تمام. تاني حاجة ودي طبعا اضافة تانية انا ما ضفتهاش في الفيديو بتاع الميكروسكوب، هضيفها دلوقتي علشان تعرف. الميكروسكوب اللي معانا ده تمام جاي معاه زي ما احنا قلنا في وصلة زي وصلة الشاحن السامسونج عادي جدا، يعني مفيش اي مشاكل زي وصلة الشاحن، وكمان تقدر تشحن بها الموبايل عادي. الوصلة دي بنوصلها المفروض هنا كده في مكانها. حلو، وبعد ما بنوصلها في مكانها بنعمل ايه؟ بنوصلها الناحية التانية على الـ USB علشان يدي طاقة 5 فولت للشاشة عشان تشتغل، يعني الميكروسكوب ده بيتغذى على 5 فولت دي سي. حلو، المفروض الـ USB احنا هنا لو هنحطه في راس شاحن بتاعة الموبايل هيشتغل معانا تمام ماشي، لكن ايه علاقته بالكمبيوتر او اللابتوب؟ هقول لك انا دلوقتي. لما تيجي تتكلم عن دي لازم هنجيب حاجة اسمها CD اللي بتكون موجودة مع الميكروسكوب علشان نقدر نشغل الميكروسكوب على جهاز الكمبيوتر. طيب ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. هنركب CD دلوقتي في الجهاز. هيبدا طبعا يظهر معانا اهو. هنفتح الاسطوانه هنلاقي فيها حاجتين. هنلاقي فيها حاجتين، ملفين يعني. واحد منهم هو الابلكيشن او البرنامج نفسه، والتاني ده التعريف اللي هو ازاي تشغل والكلام ده كله معلومات يعني. خلينا في البرنامج على طول، بمجرد ما نضغط ضغطتين على البرنامج هيفتح معانا دلوقتي وهنشوف مع بعض. ده التعريف بتاع الكاميرا بتاعت ايه؟ بتاعت الجهاز. طبعا هو اوتوماتيك على طول فتح الكاميرا الاماميه بتاعت اللابتوب بنفسها اللي هي دي. فتح الكاميرا الاماميه بتاعت ايه؟ بتاعت اللابتوب. احنا بنيجي هنا على الكلمه دي تمام؟ حاليا الكاميرا بتاعت الميكروسكوب مش ظاهره معايا هنا، مش موجوده، ده علشان احنا لسه ما فتحناش الجهاز، ما فتحناش الميكروسكوب. هنيجي هنا على الميكروسكوب وهنشغله من زرار الطاقه بتاعه، زرار الباور، هيبدا ينور معاك هنا وهيجيب لك حاجه تانية على الشاشه بتاعت الميكروسكوب. قرب الجهاز هنا كده، الميكروسكوب كده، الشاشه بتاعته اهي. حلو، ظهر لك ثلاث كلمات، الكلمه اللي مكتوب عليها بي سي كاميرا، بي سي كاميرا، هتنزل عليها كده وتضغط لها اوكي يظهرها لك هنا تمام. اصبح ان الميكروسكوب في وضع استعداد التشغيل، ان شغل الكاميرا بتاعته على الابلكيشن. بنيجي هنا على
الابلكيشن من على الجهاز ونضغط على الكلمه دي ديفايس، وهنيجي على جنرال يو في سي نضغط عليها كده، ده بيكبر الصوره معانا زي ما حضرتك شايف كده، وظهر معاك الكاميرا بتاعه الميكروسكوب. ولما هنيجي نحط اي حاجه تحت الميكروسكوب اهو ونشوف الوضوح اهو تمام، الميكروسكوب ظهر معانا على شاشه الكمبيوتر او على شاشه اللابتوب اهو زي ما حضرتك شايف، مفيش اي مشكله لحد هنا وكله تمام وزي الفل. طيب احنا كده قدرنا نوصل للمرحله دي وشغلنا الجهاز الميكروسكوب على شاشه الكمبيوتر وتمام ومام بكده، الماوس بتاع الجهاز الكمبيوتر مش هنستخدمه، مش محتاجينه، احنا كده يعتبر محتاجين شاشه فقط لا غير علشان تكون اكبر. لو الشاشه 7 بوصه بتاعت الميكروسكوب مش مساعداك او حابب اكبر من كده مفيش اي مشكله عادي. ايه الخطوه الثانيه؟ خلاص احنا كده وصلنا الميكروسكوب على شاشه اكبر شويه علشان تكون الحاجه اوضح وافضل، مفيش مشكله ومفيش مانع انك تشتغل على شاشه اللي هي السبعة بوصه بتاعت الميكروسكوب نفسها لانها كويسه مش وحشه يعني، ما علينا. المهم دلوقتي معانا جهاز فيه مشكله في المعالج وانا محتاج اسخن على المعالج اللي هو يعني البروسيسور تمام، ولكن في حاجه انا مش عارفها وهي ان انا ايه اللي هيخليني اسخن على المعالج وايه الخطوه اللي ممكن اعملها تقدر تقول لي ان المعالج مش محتاج تسخين. بص يا صديقي، المعالج اللي انت شايفه قدامك ده بكل بساطه هو عباره عن عنصر الكتروني مكون من عدد كبير جدا جدا من الترانزستورات داخل المكون ده. الترانزستورات دي ليها دور وهي في بعض منها بياخد معلومات وبيبدا يرسل معلومات، نبضة من الريموت اللي بتعملها حضرتك دي بتاخد معلومات وفي نفس الوقت بيخرج نبضات عن طريق الترانزستورات دي علشان يدي اشارات بالامر اللي حضرتك عملته او استخدمته او انت اديته للجهاز من خلال الريموت، عليت قفلت وطيت دخلت على سيرفر دخلت على قائمة كذا كذا كل ده تمام. في الحالة دي ان المعالج او البروسيسور زي ما حضرتك شايف ليه عدد كبير جدا من الاطراف او الارجل تمام، لما تركز معايا كده على الشاشة وطبعا انت من خلال الكاميرا مش هتكون زي ما انت قاعد معايا دلوقتي وشايف بعينك قدامك على شاشة الكمبيوتر لان الموضوع واضح بشكل كبير، ولو افترضنا حجم البروسيسور كده على شاشة الكمبيوتر بص الحجم عامل ازاي اهو اهو، يعني حجم كبير واخد شاشة الكمبيوتر كلها تمام، مقارنة بحجمه على البوردة نفسها. بص حجمه على البورده اهو، تعالى كده شوف الاطراف بتاعته كده وانت ماسك الجهاز في ايدك، بص كده فيه صعب جدا انك تحدد الاطراف كلها سواء كانت متوصله او غير متوصله او حتى تقدر تحدد مسار او خطوط ارجل البروسيسور رايحه فين وجايه منين. ايه بعد كده تاني؟ هقول لك، انا عارف ان انت برضو بتسال نفسك سؤال وبتقول لي انت عمال تلف وتدور وبرضو ما قلتليش ايه اللي هيخليني اسخن على البروسيسور او ليه انا بسخن على البروسيسور. ممكن تكون سالت نفسك سؤال قبل كده وقلت ان البروسيسور نفسه لو تالف من جوه، وركز على الكلمه دي، اول ما بنسخن عليه الماده اللي احنا بنحطها بتخليه يتصلح اوتوماتيك يعني ومش عارف ايه والكلام ده، اوعى يكون خيالك جابك لحاجه زي كده هزعل منك. ولكن لو انت فكرت شويه وقلت ما ممكن يكون سبب ان انا اسخن على المعالج ان ممكن يكون في طرف من الاطراف دي او اطراف من الاطراف دي مش ملحومه مكانها، عملت دراي رفعت كده من على البورده فصلت، عادي جدا ممكن تحصل حاجه زي كده. فباول ما بنسخن عليه، وطبعا طريقه التسخين حضرتك هقول لك عليها دلوقتي، ولكن اول ما بنسخن على البروسيسور ايه اللي بيتم واللي بيحصل؟ ان الاطراف ترجع تلحم مكانها تاني، صح كده؟ الاجابه نعم، شكلك كده بتذاكر من ورايا يا صاحبي تمام، اتمنى لك كل خير وعايزك قد الدنيا، بس ركز معايا اكتر الفتره اللي جايه. بص يا صديقي، المعالج اهو قدامك وزي ما احنا قلنا ان الميكروسكوب هيوضح وهيسهل عليك حاجات كتير جدا جدا. طريقه التسخين على المعالج مبدئيا كده، الميكروسكوب قدامك زي ما حضرتك شايف كده، من خلاله انت قادر تحدد كل الاطراف زي ما انت شايف كده، بص معايا اهو شايف في اطراف تحس ان هي مش ملحومه على البورده كويس، صح؟ انت صح، ركز معايا تاني فيها كده وبص، هنعمل زوم تاني اهو تمام. بص هتلاقي هتحس كده ان في اطراف مش ملحومه وفي اطراف ملحومه، او ممكن تكون انت بتتخيل كده اهو، بوضحهم لك اكتر. مين يصدق ان دي اطراف البروسيسور اهي ظهر قدامك
بشكل دقيق جدا جدا. اطراف زي كده لما تحس ان فيها قواطع زي كده، في اطراف كتير هتظهر معاك فيها الحاجه دي، او في اطراف مش هتظهر معاك كده نهائي. يعني لو جبنا معالج تاني غير ده وبصينا فيه اهو، شايف كل الاطراف بتاعته متلحمه ومتوصله، مفيش اي حاجه فيها قواطع، مفيش اي حاجه مفصوله، كله تمام وزي الفل. هتسال نفسك سؤال وتقول لي يا عاشور انا دلوقتي عايز الحم الاطراف دي، او الطريقه الصحيحه للحام هتكون ايه؟ الموضوع سهل وبسيط. هتجيب فلكس الماده دي، تمام تمام، وهتبدا تاخد قطعه بسيطه جدا، وطبعا الموضوع ده هنعمله عملي، تمام هنعمله عملي ان شاء الله في فيديو لوحده، ولكن انا بلفت نظرك وبلفت انتباهك على الفكره دي. اول حاجه بتعمل ايه؟ بتيجي على الاطراف، هتجيب اي حاجه اي حاجه، وتاخد من الفلكس تمام، وتمشي هنا على الاطراف. الغرض اصلا انك تلحم الاطراف، تمام. يبقى جسم البروسيسور ما يخصناش في حاجه. اعيد تاني وكرر تاني، انت عايز تلحم الاطراف بتاعت المعالج علشان في بعض الاطراف مش ملحومه كويس، او انت شاكك في حاجه زي كده، يبقى ماليش دعوه بجسم البروسيسور، انا ليا دعوه بالاطراف. فبروح ممشي الايه؟ الفلكس على الاطراف كلها بتاعت البروسيسور الاربع اجناب. بعد ما بخلص ببدا بعد كده امسك الفتاحه وبحطها مثلا في الجنب ده، وبضغط ضغطه بسيطه مش جامده، وضغطه بسيطه. طالما انا همشي الهوت هنا هنا كده، يبقى محتاج ان انا اضغط ضغطه بسيطه هنا على المعالج من الناحيه دي، وامسك الهوت وامشي على اطراف المعالج، صح كده؟ صح كده. واستنى شويه وبعد كده احوش ايدي واروح مغير مكانها في الناحيه التانيه، وهكذا على الاربع اطراف. هتلاقي المشكله اتحلت معاك بشكل سريع جدا من غير ما يحصل اي ضرر للجهاز. في حاجه تانية طبعا لازم اقول لك عليها، هتجيب الايه؟ العازل الالومنيا ده. والعازل الالومنيا ده سهل جدا الحصول عليه، وسعره مش غالي نهائي، يعني البكره دي كلها كده بخمسة جنيه بس، يعني ما مش فلوس، مش محتاجه يعني. هتاخد قطعه منها، قطعه منها، وتغطي بيها المقاومات اللي بتكون جنب البروسيسور اللي هتكون معرضه للتسخين. الغرض من كده ايه؟ الغرض من كده ان المقاومات دي تفضل ثابته مكانها، ما تتحركش وما تتاثرش بدرجه السخونه اللي هتعملها بالهوت، علشان الهوت ما يطيرش المقاومات دي من مكانها، وهتتعب لان المقاومات والمكثفات دي لو طارت من مكانها هتتعب في تحديد مكانها، ده غير انها هتتعبك كمان في طريقه اللحام، لان اللي انت شايفه هنا على الشاشه اختلاف اللي هتشوفه في الحقيقه قدامك، الا اذا كان عندك الميكروسكوب وشغال بالميكروسكوب، وهتلاقي كل حاجه سهلت عليك باذن الله. المهم واخر حاجه نروح لها دلوقتي، المعالج بيبوظ ازاي؟ المعالج يا صديقي زي ما قلت لك بيحتوي على عدد كبير جدا من الترانزستورات بداخله، وكل ترانزستورات في بعض منهم وظيفته ان هو يرسل نبضات ويدي اوامر تشغيل لاي سي الصوت، وكمان منهم لاي سي الفيرتيكال لو تلفزيون، وكمان منهم للفلاشه، وكذا 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 لباقي الجهاز. طبعا اخر حاجه وهي حاجه مهمه جدا جدا، المعالج ازاي تقدر تحدد ان المعالج هو اللي تالف وخلاص كده تيجي عنده وتقف وتقول مش مكمل؟ هقول لك انا بكل بساطه، ركز معايا. ولنفترض معاك عطل صوت في شاشه او في جهاز، تمام؟ معروفا هيكون في معالج اللي هو البروسيسور، الصوت مش شغال. نفترض مثلا ان ده اي سي الصوت، تمام؟ اي سي الصوت علشان نعرف هو تالف او غير تالف، الطبيعي ان انت بتشوف هل وجود كهرباء عليه، يعني ده مثلا في كهرباء موجوده عليه، في 5 فولت موجوده على الاي سي الصوت. لو تلفزيون فيه 12 فولت موجودة على اي سي الصوت، لو شاشة فيه 5 فولت موجودة على اي سي الصوت، الإجابة إيه؟ الإجابة مثلا نعم موجودة. أصبح كده إحنا عدينا الخطوة الأولى، نروح للخطوة الثانية وهي السماعات، نشوف السماعات بتاعة الجهاز سليمة أو غير سليمة. إيه علاقة كل ده بالمعالج؟ أقول لك يا صاحبي اصبر وهتعرف كل حاجة. عرفنا إن الأي سي تالف، الطبيعي إنك بترفع الأي سي وتركب أي سي غيره. طيب عملت كده وأصبح بعد تغيير الأي سي مفيش صوت، نفس رقم الاي سي وجديد وشغال وركبته وبرضه مفيش صوت خارج معاك، معنى كده ان دخول الكهرباء تمام، الاي سي تمام، السماعات تمام، يبقى الاي سي لسه ما خدش نبضه او امر تشغيل من البروسيسور اللي هو المعالج، تمام؟ يبقى ساعتها بتروح على المعالج بسرعه وتبص على اطراف المعالج وتشوفها كلها وتراجعها طرف طرف من خلال الميكروسكوب علشان تقدر تشوفهم بطريقه صحيحه، تمام؟ اصبح ان المعالج طلع عليه طرف او طرفين مش ملحومين كويس، بتعيد تسخين عليهم وتلحم الاطراف دي زي ما قلت لك وشرحت لك. طيب الخطوه الثانيه اصبح ان كل ده تمام وعملت ده كله وبرده مفيش صوت في الجهاز، كده انت عملت كل ده، ناقص على اخر حاجه
وهي ان المعالج نفسه تالف، المعالج نفسه الجزء المسؤول عن الصوت تالف في المعالج. ساعتها بتضطر انك تغير المعالج او تشوف هتتصرف ازاي في المشكلة اللي قدامك دي. المهم انك انت عرفت المشكلة فين بدل ما تدور في اماكن تانية. هو ده التشبيه الصحيح والافضل للمعالج، انك تفهم يعني ايه معالج اصلا. ساعتها قدرت تربط ما بين التسخين على المعالج وايه الغرض من التسخين وازاي تسخن على المعالج، وكمان اهمية الميكروسكوب في الموضوع او في المواضيع اللي زي كده. انا اسف جدا لو كنت طولت عليكم من خلال شرح او حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كتير، وهسيب لكم كل الفيديوهات اللي انا ذكرتها لكم في الوصف. هسيب لكم كمان فيديو عن المعالج تقدر تشوف معلومات اكتر وافضل عن المعالج هتفيدك في الفترة اللي جاية، وهسيب لك كمان الفيديو الخاص بالميكروسكوب على قناة الاحتياطية، وهسيب لك كمان رابط قناة الاحتياطية في الوصف علشان تنزل تشوف الفيديوهات اللي عليها وتتابع كل جديد اول باول على القناتين. انا اخوكم عاشور مغربي، شكرا، احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.